السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 4 سبتمبر 2023، بداية من مؤشر الدولار الأمريكي. بالرغم من مجيء بيانات سوق العمل الأمريكية مخيبة للآمال، إلا أن بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي جاء أفضل من المتوقع، والذي ساعد الدولار الأمريكي على الارتفاع إلى مستوى قرابة مستوى المقاومة 104.25، ولا تزال مستويات المقاومة الأساسية قائمة وهي عند المستويات 104.50. من المتوقع أن نشهد بعض الهبوط التصحيحي للدولار الأمريكي، ولكن قوة زخم الارتفاع قد يهدد باختراق المقاومة الموضحة لإعادة واستكمال مواصلة الدولار الصاعدة داخل القناة السعرية الصاعدة على الإطار الزمني الساعة، ولا بيع للدولار في الوقت الحالي إلا في حال كسر مستويات 102.90، والتي ستدفع الدولار الأمريكي إلى مستويات 102. انتقالا إلى تداولات اليورو دولار، من المتوقع أيضا أن نشهد بعض الارتفاع الصاعد في حال حفاظ تداولات الزوج أعلى مستويات 765. من المتوقع أن نشهد بعض التداول العرضي على مدار اليوم في إطار عطلة البنوك الأمريكية، فمن المتوقع أن يكون هناك شح في السيولة بسبب عطلة عيد العمال، ومن المتوقع أن نشهد استقرار تام للتداولات، فلا يعني يفضل الدخول اليوم، ولكن الاستعداد للفرص المتكونة على مدار الأسبوع الجاري. أيضا بالنسبة للتداولات الاسترليني دولار، بعد يعني التصحيح الهابط الذي شاهدناه خلال الأسبوع الماضي، قد نشهد ارتفاع للزوج مرة أخرى في حال عدم كسر مستويات 25.50. الاستقرار فوق أعلى مستويات 25.50 سيدفع الزوج الاسترليني دولار إلى مستويات 1.2725. بالنسبة لتداولات الدولار ين، أيضا من المتوقع أن يواصل الزوج تداوله داخل النطاق العرضي ما بين المستويات 144.50 ومستويات 147.35، البيع من الحد العلوي لهذا النطاق والشراء من الحد السفلي. وبالنسبة لتداولات الذهب، من المتوقع أيضا أن نشهد بعض التداول العرضي على مدار اليوم، ولكن هناك مستوى مقاومة مهم جدا وهي مستويات 1950 المتمثلة في مستويات تصحيح فيبوناتشي نسبة 61.8. عدم قدرة الذهب في اختراق مستويات 1952 سيدفع الذهب مرة أخرى للهبوط إلى مستويات 1925، وستكون فرصة البيع بعد كسر واضح لمستويات 1935. ولذلك على مدار اليوم يجب انتظار انطلاق يومي واضح ذو دلالة بيعية أو شرائية قبل الدخول واستكمال الشراء خلال الأسبوع الماضي. بالنسبة لأسعار النفط، أيضا من المتوقع أن نشهد بعض الارتفاع على مدار الأسبوع الجاري، قد يتم استهداف مستويات 88 بعد الشمعة الإيجابية الأسبوعية والتي اخترقت مستوى المقاومة 84.40. البيع سيكون فقط بعد كسر مستويات 82.60 لاستهداف مستويات 78 على المدى الطويل. وأخيرا بالنسبة لتداولات الداو جونز، أيضا متوقع أن نشهد بعض الارتفاع الصاعد بعد ارتداد المؤشر من الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، نترككم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.